لمزيد من التحليل والمتابعة أيضا لقراءة وتحليل ما دار في وقاع الجلسة الختامية والخروج بالتوصيات في مؤتمر مصر الاقتصادي مصر 2022، ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس. دكتور سعيد، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل ودوري للإجراءات الاقتصادية كافة، كيف تقرأ هذا التصريح للسيد الرئيس على هامش توصيات المؤتمر الاقتصادي؟ اهلا وسهلا استاذ مصطفى، واهلا بالساده المشاهدين. انا بسمي المؤتمر دوت عرس اقتصادي كبير زي ما قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا محتاجين في كل مجال من المجالات اللي موجوده عندنا في مصر يكون ليها مؤتمر يناقش ويحاور ويعرف، يكون في شفافيه للمواطن المصري باهم المجالات واهم الانجازات والإخفاقات أيضا اللي ممكن تكون موجودة في أي اقتصاد في العالم. يعني احنا دلوقتي بنشوف تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وتضخم في الاتحاد الأوروبي، وهذا التضخم كان يسبق التضخم اللي كان جانا أو الموجود حاليا في عندنا في مصر. إذن لابد أن احنا يكون في مجالات عديدة ومؤتمرات عديدة تناقش هذه المجالات. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلا احنا قلنا وتطرقنا ان احنا لابد ان يكون في شفافيه في ان احنا نحلل الوضع الاقتصادي اللي احنا اللي موجود عندنا في مصر، خصوصا بعد ازمتين عالميتين استاذ مصطفى كبار جدا، ازمه كورونا والتداعيات اللي حصلت في الاقتصاد العالمي ليس في مصر فقط بل في العالم ايضا. كمان عايزين نناقش التداعيات اللي حصلت في الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها وتداعياتها على هذا على الاقتصاد المصري ايضا. انا شايف ان سياده الرئيس اتكلم في الختام المؤتمر الاقتصادي بنوع من الشفافيه زي ما تعودنا دايما من سيادته، انه يتكلم معانا بشفافيه ويوضح لينا الامور. الامور كانت اعتقد متضحه جدا في موضوع العاصمه الاداريه، في دور الجيش كدور تنفيذي لحمايه الدوله ودخوله في المشاريع الاقتصاديه، ايضا كدور القطاع الخاص ودوره واساسه في الدخول في طيب المشاريع. لو تحدثنا دكتور سعيد عن ابرز توصيات المؤتمر فيما يخص السياسات النقديه والماليه، او حتى فيما يخص مشاركه القطاع الخاص، وفيما يخص ايضا القطاعات ذات الأولوية، ودول كانوا المحاور الثلاثة الأهم في إدارة الجلسات للأيام الثلاثة الماضية. فيما يخص تعزيز مشاركة القطاع الخاص، الرئيس أكد على ده مرارا وتكرارا، أن القطاع الخاص من حقه والدولة يعني تكفل له المشاركة والمساهمة في إعادة البناء وفي يعني بناء الأمور الاقتصادية كافة. كيف تقرأ هذا التحليل وهذا التوضيح، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون مشاركا بالوقت وبالجهد والمال في عملية الإصلاح الاقتصادي؟ زي ما قلت كده استاذ مصطفى، ان مرارا وتكرارا كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من يعني اقول لحضرتك من ايام مصنع روبيكي لو احنا نفتكر في 2020 لما كان بيفتتح المصنع ودعا القطاع الخاص، دعا القطاع الخاص ومساهمه القطاع الخاص في مصانع روبيكي في مدينه الاساس في دمياط، في مدينه الدواء، في مدينه الغذاء، في الانفاق، في منظومه الكباري والمنظومه الطرق اللي موجوده، كان بيدعو دايما ومرارا وتكرارا القطاع الخاص علشان يدخل. عايز اقول لحضرتك ان الدوله، وما فيش اي دوله عملت كده على فكره ولا حكومه عملت، ان هيئت البنيه التحتيه، وزي ما قال سياده الرئيس النهارده المطور الاستراتيجي قالها كده في اللفظ، واحنا دايما متعودين ان احنا بنسمع الفاظ جديده ومصطلحات جديده من القياده السياسيه بتاعتنا، زي النهارده سمعنا المطور الاستراتيجي اللي هو المطور الصناعي اللي هو عمل بنيه تحتيه. نعم. بنيه تحتيه لجذب المستثمرين. انا عايز اتعرض لحضرتك مع حضرتك كده استاذ مصطفى للساده المشاهدين على البنى التحتيه اللي اشار ليها سياده الرئيس مع المطور الاستراتيجي، هذا المصطلح الجديد، بنى تحتيه عظيمه جدا احنا عملناها لجذب المستثمر، لجذب القطاع الخاص. حضرتك بتقول لي ايه هي الطرق والاليات اللي انا اجذب بيها القطاع الخاص للاستثمار في مصر؟ احنا عملنا له بنيه تحتيه في اكتر من كده، ان انا هيئت له الاستثمار، ان انا عملت له جذب، ان انا عملت له تهيئت له طرق، هيئت له كباري، هيئت له انفاق. انت عارف ان حضرتك عملنا معالجه مياه التحليه كلفتنا او كلفت الحكومه 5.7 مليار جنيه، معالجه الصرف الصحي، الكابلات الضوئيه، امداد الغاز الطبيعي اللي موجود في الاراضي علشان اجذب المستثمر المحلي، ليس فقط المستثمر الاجنبي، هو كان بيركز دايما على المستثمر او القطاع الخاص في مصر، الاموال الوطنيه ان هي تيجي. انا عملت لك البنيه التحتيه، عملت لك مطور صناعي في الاراضي بتاعتي، تعالى وانت بقى استثمر او حط
استثماراتك وضخ اموالك في هذه المشاريع الوطنيه، وابدا استثمر معايا في اكتر من كده. يعني انا هيئت لك كل حاجه، هيئت لك كل المناخ، وقللت لك من المخاطر في البنى التحتيه اللي موجوده عندي في مصر. ولذلك كان دايما بيدعو سياده الرئيس ان انا هيئت هذا المناخ، وبالتالي اهلا وسهلا. طيب ومرحبا بعد تهيئه البيئه وتهيئه البنى التحتيه للمستثمر، إشارة أخرى أشار فيها السيد الرئيس إلى أن المسار، مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، بيعتبر نموذج لدول العالم، وكمان مؤسسات الدولة مطلوب منها المساعدة، مساعدة الحكومة في كافة الإجراءات طبقا للفهم الواسع والفكر الأعمق لحجم القضايا اللي بتواجهنا. كيف يمكن البدء دكتور سيد دكتور الزغبي حوالين هذه الموضوعات والمساهمة فيها بشكل واضح وفعال؟ استاذ مصطفى، احنا بالفعل احنا بدانا، انا يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو متبني نظريه التنميه في جميع المجالات، ليس فقط في مجال واحد. حضرتك احنا من حوالي 8 سنين او 7 سنين احنا بننمو وبنعمل تنميه في كافة المجالات. هنلاقينا بنعمل تنمية في الطرق ومنظومة الطرق، في بنعمل تنمية في الصحة، بنعمل تنمية في التعليم، بنعمل تنمية في الإسكان والقضاء على العشوائيات. احنا بنتبع هذه المنهجية، وبالتالي احنا فعلا ممكن نكون نموذج للاقتصاديات النامية والدول النامية، بل نكون ايضا نموذج لاقتصاديات الدول المتقدمة بما فيهم الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي. احنا لا ننسى ماكرون رئيس فرنسا في 2020 لما قال ان أزمة كورونا دي هتخلينا نفكر اذا كنا نواصل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ام لا. إذن احنا فعلا نموذج كبير يحتذى به، نموذج في التنميه في كافه المجالات. احنا ما عملناش تنميه في مجال واحد، ما عملناش مجال في تنميه في الصحه وسكتنا، قلنا لما ننمو بالصحه ونعدل المعدلات او النسب بتاعتنا بتاعت الصحه من فيروس سي والامراض المزمنه وبعدين ننمو في التعليم. لا، احنا مشينا كل التنميه في كل الخطوات على كل التوجهات. دكتور سعد، اذا يمكن البناء على مخرجات هذا الحوار، الحوار الوطني والحوار الاقتصادي، كل في مساره وكل في اتجاه مختلف. كل الشكر والتقدير الدكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.